أصدقاء. هيا أنت. واو 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 على هذه الألعاب الرائعة، انظروا معنا. السلام عليكم، معنا اليوم إطلاق لعبة دلتا فورس على طاب طاب، وسنجربها معا يا أصدقاء. أفضل لعبة حرب و FPS تنافس بابجي وكال اوف ديوتي والكثير من الالعاب، سنجربها معا، فلا تنسوا الصلاه على حبيبنا رسول الله ويلا بينا. ما تشاهدون معنا يا اصدقاء، معنا لعبه دلتا فورس الجديده والمنافسه للعبه كال اوف ديوتي، وسنقوم بتجربتها معا. فكما تشاهدون هذه الواجهه الخاصه بها، وهناك التسجيل اما عبر ويشات او كيوكيو. فعلى العموم سنقوم بالتسجيل عبر الويشات يا اصدقاء، ونقوم باستعراض لكم بعض من الجيم بلاي الرهيب جدا. سنضغط هنا، سننتظر. نعم، نضغط على accept. سهل جدا، نقوم بالضغط هنا على السماح، وسننظر هل اللعبة ستشتغل معنا ام لا، لانها من قبل كان السيرفر. اوه هي اشتغلت معنا، يعني لعبة ذات جرافيكس عالي، لعبة يا أصدقاء فيها الكثير من الأشياء يعني لعبة كال اوف ديوتي كلكم يعرفها، ولكن هذه صراحة منافسة لها بقوة بقوة ورهيبة جدا. هنا على ما أعتقد نقوم بكتابة اسمنا، هل يمكننا كتابة اسم زيد دي مراد باللغة العادية؟ نضغط هنا، نعم تم قبوله. الآن هناك بعض المودات الخاصة باللعبة هنا على ما أعتقد. على العموم سندخل إلى الإعدادات، ننظر إعدادات الجرافيكس هل هي متواجدة. إذا لاحظنا مثلا، نعم فها هو خيارات الجرافيكس. على العموم يا أصدقاء سنقوم بالضغط هنا وننظر ماذا سيحصل، لنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي الرائع جدا لهذه النسخة. فكما تشاهدون معنا، أوه يا سلام يا سلام، فكما تشاهدون معنا هذه اللعبة. ماذا سيحصل الآن؟ سننتظر حتى يكتمل 100% هنا فكما تشاهدون، ونقوم باستعراض لكم بعض من الجيم بلاي. اللعبة فيها الكثير من المميزات الرائعة صراحة. انظروا معنا، ها هي اللعبة يا أصدقاء. يا سلام على الجرافيكس، واو واو، وداعا كال اوف ديوتي ووداعا لك. يا سلام على هذا الجرافيكس، واو، والمميز انها سينجل بلاير. واو على هذه اللعبة يا أصدقاء، يا أصدقاء هيا أنت. واو 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 على هذه الألعاب الرائعة، انظروا معنا لعبة فيها سينجل بلاير، هذا الشيء لم يكن في الحسبان صراحة. ماذا سنضغط؟ نقوم بفتح الباب، كيف نقوم بفتحه؟ اوه لا 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 لا، نقوم بالرجوع، نأتي إلى هنا إلى الصندوق، إلى الصندوق، نضغط عليه. على العموم نضغط هنا، أنا ما أعتقد ذخيرة. هيا نقوم بالرجوع، إلى أين سنذهب الآن؟ نذهب من هنا. نضغط هنا على هذا الخيار. الآن نستمر يا أصدقاء على هذا الشكل، نقوم بفتح الباب. واو على الجرافيكس. اوه هنا سلاح اخر مثلا على هذا الشكل. اوه هذا السلاح يرونك. واو على هذه اللعبة صراحة رهيبة جدا. نقوم بفتح هذا الشيء، نقوم بوضعه هنا، نقوم بوضع الأشياء الخاصة بيمين هنا أيضا على هذا الشكل. نستمر الآن، نقوم بفتح الباب. إلى أين سنذهب؟
الآن إلى هذه الخزانة نقوم مقفولة. لا 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 لا، سنضغط على 6 دي اف يو و اين هي بيب بيب. اخطأنا. على هذا الشكل سيتم فتحها الآن. ماذا وجدنا في واو، وجدنا في هذه الأشياء، نقوم بوضعها هنا. لا يمكن هنا. ها نحن وضعناها هنا، نقوم بالرجوع. نستمر، نقوم بفتح الباب. نريد قتال، هيا أرجوكم اعطونا قتال بسرعة. نأتي إلى هذا المكان. أين هو؟ ها هو. يجب علينا أن نبقى هنا. على هذا الشكل سيأتي أصدقاؤنا وسيقومون برفعنا، فكما تشاهدون معنا تمت المهمة الأولى في مستويات تعليمية بنجاح. اللعبة يا أصدقاء رهيبة رهيبة جدا، عملاقة، أسطورية، خرافية. هيا نستمر لكم في المزيد نحو الجيم بلاي يا أصدقاء. هنا الأشياء التي قمنا بجمعها بالطبع، نضغط هنا. ماذا سيحصل الآن؟ سيعطوننا بعض القوائم. أيضا نشرح لكم اللعبة. اللعبة باللغة الصينية ولكنها مفهوم، ولكنها رهيبة يا أصدقاء. اللعبة رهيبة، اللعبة عملاقة لمحبي الألعاب العملاقة. هنيئا لكم بهذه اللعبة الجديدة. الآن تم إطلاقها بدون توقف السيرفر، بدون مشاكل، لأنها من قبل كانت بيتا مغلقة، أما الآن فصارت بيتا مفتوحة جدا. نضغط هنا، نختار على هذا الشكل. هنا تقوم بشراء الأسلحة، نحن نريكم كل الأشياء. نضغط هنا على بلاي، انظر معنا إلى الأشياء المتواجدة هنا. نضغط على هذا الشكل، على نيكست. هنا تختار السلاح، نختاره بالطبع. على بر نضغط هنا، نضغط على هذا الشكل. نحن نضغط على ماذا يريد، وكفى من هذه، وأرجوكم كفى، أرجوكم كفى، وكفى من هذه المستويات. يا هيا أعطونا نلعب، أعطونا نلعب، أعطونا نلعب، أعطونا نلعب على بركة الله. هنا سنلعب على ما أعتقد أونلاين. اللعبة فيها سينجل بلاير، فيها أونلاين، فيها كل الأشياء الرهيبة. 3-2-1 وعلى بركة الله يا أصدقاء. هنا على ما أعتقد تختار الشخصية. لا لا، نحن ذا، نحن هو اسمنا، اسمنا زيد ديمورات، فكما تشاهدون. على بركة الله الآن سنبدأ. يا سلام على الجرافيكس، يا سلام على هذه الأشياء الرائعة. المكان الذي سنذهب إليه على ما أعتقد هنا بعد هذه الماب الذي سنكون فيها. انظروا معنا، هنا سننتظر حتى يتم اكتمال التحميل من أجل أن نستعرض لكم بعض من الجيم بلاي. باب 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 على هذه الألعاب الرائعة والأسطورية. هذه الألعاب صراحة المحمسة، هذه الألعاب العملاقة، هذه الألعاب الخرافية صراحة. نعم هنا سننزل يا أصدقاء. الآن مكان جديد، النزول بشكل احترافي. واو واو واو، نحن على بركة الله. سنبدأ لكم الآن، نحاول أن نذهب إلى هذه السيارة اللي يمكننا الصعود فيها. لا 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 يمكننا. على العموم يبدو على أن هناك سيارات أخرى مدعومة. الآن إلى أين سنذهب؟ سنحاول أن نذهب إلى هذا المكان. شاهدوا معنا في الأسفل. هيا نخرج، نحن لماذا ذهبنا إلى هذا المكان؟ هيا نخرج، نذهب فقط عن طريق الشيء العادي. أين دخلنا نحن أيضا؟
يجب أن ندخل عبر الباب. أنا نوب صراحة في هذه الألعاب، ولكن مع الوقت ها هو صديقنا، نقوم باتباعه، نتبعه إلى أين سيذهب. إلى أين أنت ذاهب؟ نحن وراءك، وراءك والزمن طويل. يجب علينا أن نفعل تلك الشيء الذي ها نحن ذا يا أصدقاء، هيا نستعد ونقوم بحمل السلاح الخاص بنا من أجل أن نتصدى لأي شيء جديد يخرج إلينا يا أصدقاء يا أصدقاء. ها هو أحد، ما هنا؟ هذا صديقنا. هما الخارج، هما في الخارج. قمنا بقتله. لا نقوم، كل شيء لدينا جاهز، نحن يجب أن نبقى معهم من أجل نعم. انظروا معنا هذا الشيء، قمنا بقتله. هيا نقوم بأخذ السلاح الخاص به. سلاحنا أفضل، كل شيء ليس عنده صراحة أشياء مميزة جدا. نعم سنقوم بوضع هذه الأشياء هنا، وقد نحتاجها كما تشاهدون. وهيا نستمر. قتلنا أول كيل. صراحة اللعبة فيها الكثير من الأشياء الرائعة والأسطورية وممتعة، ممتعة جدا. ولكن أين هما الكيلات؟ هيا سنقوم بالنزول على هذا الشكل ونبحث عنهم. فكما تشاهدون معنا، على العموم يا أصدقاء، اللعبة مليانة بالأشياء الرائعة والأسطورية. فنتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، فدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.